السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية فلوج جديد، جينا لكم النهاردة بفيديو جديد يا جماعة. النهاردة جايبين هاكر، هاكر اللي هو ليبسنج اي حاجة اي حاجة. يلا بينا نشوف الهاكر. بصوا يا جماعه، دلوقتي هلبس اي حاجه هطلع هلاقيها هي بر. بصوا لبست ده او ده، اي حاجه مش فارقه، اي حاجه هتلبسها هتطلع بر. ده مثلا البنطلون بتاعه، الكوتش الاحمر، بص هو هاكر. بص اصلا علامة الهاكر في الجنب كده، ما معيش لبس ولا اي حاجة. بصوا هغير لبس تاني، بيبقى هو بص انا جبته على بنت، بس هو دلوقتي مش هلاقي بره عشان مش مفعل بنت. بص ومش معاي، دخلنا على الأسلحة يا جماعة. بصوا بصوا كمية الأسلحة، القبضة قبضة، بصوا كمية الأسلحة، بصوا الإسكنات. بصوا يا جماعة هلاقي دلوقتي اندر سكن القذيفة، تيتان سكار، تيتان سكار ذهبي، ام فورتي، اندر سكن الطاسة نادر، سكن القذيف من اول. هنا بقى يا جماعة بنوريكم ازاي البرنامج بيشتغل. اه البرنامج اهو اسمه لولو بوكس، بس من على جوجل مش من على العادي. بص بتخش الحاجات دي ما بتبقاش متفعلة، انت بتفعلها، تخش على اللعب تلاقي فري، تخش على فري فاير هتلاقي الحاجات دي مش متفعلة، انت فعلها وبعدين بلاقي ان كده البرنامج الهاكر اتفعل. كده برنامج الهاكر اتفعل معاك لما تعمل الحاجات دي.
ينفعش يا جماعة لبس من الحضنة. تمام كده يا جماعة، يكون نهاية الفيديو. اتمنى اشتراك في القناة ولايك وتفعيل زر الجرس. سلام.